أوقات كتير بيكون حلم الوصول لشيء بنتمناه صعب وطويل، بس بنبدأ وبنتمسك بالأمل عشان نقدر نكمله. أنا ياسمين، عندي 35 سنة، اتجوزت وأنا عندي 29، ومن أول فترة في الجواز كنت بسعى أن يحصل حمل في أسرع وقت عشان ظروف سني. قعدت سنتين في دوامة فحوصات وأشعة وتحاليل عن أسباب تأخر حملي، وللأسف كانت كلها بتفشل في إنها تديني أمل إني أحمل وأكون أم، لحد ما اتقالي على مستشفى أجيال. رحت أنا وجوزي أول كشف لينا في عيادات أجيال، ومن أول ما دخلنا العيادة وكل العاملين في المكان حسسوني براحة نفسية. حلم الإنجاب ده حلم موجود عند كل زوجين، لكن أحيانا بيكون في مشاكل بتعطل الحمل، والزوجين أحيانا يلجأوا للحقن المجهري، لكن ساعات بنفاجئ إن الزوجين بيفقدوا الثقة في نفسهم بعد أول فشل، وبيسكتوا ويبطلوا إن هم يحاولوا ويحسوا إن هم ما عندهمش القدرة على الإنجاب وإن الأمل معدم. دي نقطة مهمة جدا، لازم نحس بالزوجين ونعرف مشاعرهم ونحل لهم المشكلة دهيت، ونرجع لهم الثقة في نفسهم بإن هم قادرين على تحقيق حلمهم، وإن إحنا معاهم لغاية ما يوصلوا اللي هم عايزينه. ودي بتبقى كلام حقيقي، لأن هم فعلا بيكونوا قادرين على الإنجاب لكن بيفقدوا الثقة بعد أول فشل. إحنا نحب نفهمهم كويس قوي فرصهم في الحمل شكلها إيه، عشان اللي هم متوقعينه يبقى هو ده اللي يلاقوه. كانت بنسبة كبيرة بتقول إن الحمل صعب يحصل بسبب مشاكل السن وضعف في مخزون المبيض، وده بيصعب الموضوع أكتر. الغريب وقتها إن رغم صعوبة الحالة، دكتور هشام صالح طمني بشكل كبير جدا وأصر إننا نبدأ رحلة العلاج والتجهيز للحقن المجهري بمراحله المختلفة، وكان دايما معايا في كل خطوة بيدعمني نفسيا ومعنويا عشان أقدر أكمل طريق العلاج رغم صعوبته. بس للأسف أول تجربة لعملية الحقن فشلت، ودي كانت أصعب فترة عدت عليا في حياتي. حسيت وقتها بيأس شديد لدرجة أني امتنعت عن متابعة حالتي وعلاجي في المستشفى، لأن المشكلة كانت بسبب صعوبة حالتي. رغم كده كان فريق المستشفى المسؤول عن حالتي بيتابع معايا وبيكلمني دايما وبيشجعوني أني أرجع وأكمل ونحاول مرة تانية. ويمكن الدافع اللي خلاني أخد خطوة المحاولة مرة تاني كان بسبب التشجيع والدعم المعنوي والثقة والأمل اللي كانوا دايما متمسكين بيهم. وفعلا أجرينا عملية الحقن المجهري، والفضل يرجع لربنا ثم دكتور هشام صالح وفريق المستشفى. حصل الحمل، وكنت بتابع طول 9 شهور في عيادات أجيال عشان أكون دايما مطمنة على صحة الجنين ولحد ميعاد الولادة. ودلوقتي ريم بنتي عندها 2 سنين. وعشان كده احنا في أجيال وفرنا كل التقنيات والأجهزة الحديثة اللي تخليهم يحققوا حلمهم على أعلى مستوى وبأعلى نسب نجاح. وكمان عملنا عيادة متخصصة للحقن المجهري وتأخر الحمل عشان نرعاهم لوحدهم بعيد عن عيادات النساء. احنا كمان بالتالي وصلنا إلى نتائج ونسب حمل هايلة، وعندنا كل يوم ناس حققت حلمها وبتولد وفرحانة بأولادها، ونرجو إن الجميع التوفيق إن شاء الله. حلمي إني أكون أم كان أصعب حلم ممكن أتخيل إني أوصله في يوم، بس بعد تجربتي ورحلة علاجي الصعبة والطويلة، الحاجة اللي اتعلمتها من فريق مستشفى أجيال ودكتور هشام صالح اللي كان دايما معايا خطوة بخطوة، إن مهما كانت صعوبة أي حلم عاوزين نوصله، الأمل والتمسك بيه هو اللي هيوصلنا في الآخر لتحقيقه.